سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباح الخير عليكم، كلشي مزيان؟ كلشي لاباس؟ جيتكم بواحد الوصفه اللي هي زوينه وصحيه وامر بها الرسول عليه الصلاه والسلام، اللي قال عليه الصلاه والسلام عليكم بالصبر والثقاء. الثقاء، الصبر راه حنا كنعرفوه، والثقاء هو حب الرشاد. حب الرشاد اللي هو هذا، اللي ما كيعرفوش هو هذا، جوج مكونات فقط. حليب يكون طايب، يعني فايض، مع معلقة حب الرشاد، معلقة كبيرة. كتاخدي معلقة ديال حب الرشاد كبيرة، كديريها حليب فايض وكتحركي، ما ديريش السكر، حيت السكر هو من السموم، ما كيجيش مع، ما غاديش تستفدي منه الا درتي السكر، ما غاديش تستفدي من الفوائد ديال حب الرشاد. وهذا كيصلح حب الرشاد الأكثرية المرأة النفيسة، وانا مجرباها حيت انا كنت زيت، ومن موراها كانوا كيضروني ركابية، ومن بعد نصحتني عجوزتي، قالت لي شربي الحليب وحب الرشاد كل صباح ولا بالليل اللي بغيتو نتوما البنات، ولكن انا كنت كنشربو في الصباح. ايوا، وكنشربو وليت، ولا داك المرض ما بقاش فيا الحمد لله. كنت كنديرو حتى البنيه ديالي، كنت ملي كنبغي نرضعها كنديرو على صدري، كندير واحد جوج حبات ولا ثلاثه وكنرضعها. هو المفيد للرضع الاب، كيحيد لهم التقيه، ما كيردوش، ما كيوليش كيردو، وكيفيدهم مزيان، كيحيد لهم البرد، كيكبرهم دغيا تبارك الله، يعني فيه بزاف الفوائد. ويلا ما كيرضعوش، دير لهم يعني من صدرك، دير لهم في البيبرونه، ديري لهم واحد جوج حبات ولا ثلاثه. مثلا الطفل ديالك درتي له اليوم جوج حبات، غير جوج حبات حيت هو راه مجهد، ايوا غد في البيبرونه، غدا ديري له ثلاثه، من بعد عاود اربعه خمسه، حتى يتوالف معاه، ماشي دقه واحده ديري له كمشه كامله في البيبرونه. ايوا، وعاود مزيان فقر الدم، اللي فيه فقر الدم كيشرب كيما قلت لك، كيشرب هذا الكاس يا بالصباح يا بالليل، كيصبح كيشرب كاس الحليب فايض مع معلقه ديال حب الرشاد، كيخلي حتى كيرطب واحد 10 دقائق ولا ما بين ما يدفى داك الحليب ويشربه. وكنتمنى تجربوها البنات، وكنتمنى هاد النصائح تفيدكم، والحمد لله على كل حال. وكنتمنوا حنا نبقاو نديروا منا، نبقاو نتبعوا الاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، نبقاو نتداووا بالاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والقران، هادشي اللي كينفعنا. ايوا، وخليتكم على خير البنات، في وصفه جديده ان شاء الله، وشكرا. وكنتمنى تكونوا اوفياء للقناه ديالي، شكرا.